السلام عليكم يا جناب المدير. تسمح لي قبل في سيادتك؟ تبلغني يعني ايه؟ انا ليا طلب، ولو ان الطلب ده ملياش حق فيه، انما اذا عرف السبب وجب الطلب. لازم عايز فلوس. يا سلام يا سلام يا جناب المدير، انت لازم بتشتغل في التنجيم، لازم تشتغل نبين زين وندق ونطهر نبين. ايه قلبة الدماغ دي؟ قول لي بسرعه عايز ايه. حماتي تعبانه قوي، عقبال حماتك. انا مش متجوز وماليش حامل. انما فرحت ولا لا؟ غلباوي قوي. قول لي عايز ايه؟ في ايه؟ حماتي عندها صداع شديد جدا في نفخها وعاوز اوديها للدكتور. انت اول واحد شفته في حياتي عايز حماته تخف. يا سيدي ما تاخدش بالك، اصلا انا مغفل. وعايز فلوس ليه؟ انت مش عايز دكتور يعالجها؟ خلاص وديها للدكتور الالماني بتاعنا، ده راجل معرفه وزبون وامين وهايل. ايوه بس اجيب له فلوس منين؟ مش ضروري الفلوس، احنا هنحاسبه وناخد منك اخر الشهر. يلا خد تاكسي اوام. تاكسي ايه؟ انت فاكر حماتي دي تورته؟ دي حماتي ما بتركبش غير كارو. يا جدع افهمني، الراجل لسه خارج من هنا علشان تلحقه. خد تاكسي اوام بسرعه على هناك، انا هكلمه في التليفون. ولا اسمع، انت خد حماتك ووديها على هناك وانا هسبقه. يلا. وليه التعب ده كله؟ ده واجب. يا سلام، انا متشكر يا جناب المدير. يترد لك في الحموات ان شاء الله. يلا.